السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. الحلقة بتاعت النهاردة ديت هتكون خاصة بطلبة أولى جامعة، طلاب أولى جامعة إن شاء الله بإذن الله. قبل ما أبدأ الحلقة والفيديو حابب أقول لحضراتكم أعرفكم بنفسي، بداية إسلام تفال، أنا مدرس مزارع في كلية الزراعة جامعة دمنهور. وإن شاء الله لأن طلبة الجامعة أو سنة أولى جامعة، الطلبة اللي داخلين سنة أولى كلية أو أولى جامعة محتاجين نصائح كتيرة جدا، عندهم أسئلة كتيرة جدا، عندهم استفسارات كتيرة جدا. فإن شاء الله بإذن الله أنا هعمل أكثر من فيديو أو كذا فيديو بخصوص طلاب أولى جامعة أو أولى كلية. الفيديوهات دي كلها هتكون مفيدة إن شاء الله للطلبة اللي لسه داخلين الكليات أو الجامعات. إن شاء الله هعمل سلسلة من الحلقات المتتالية هنتكلم عن كل حاجة خاصة بأولى جامعة، هنتكلم عن النصائح، أهم النصائح اللي الطلبة اللي داخلين الكلية أو اللي داخلين الجامعة دولت محتاجينها، هما محتاجين يعملوا ايه، يمشوا ازاي، الخطوات اللي يمشوا عليها ايه، ايه هي النصائح اللي هما محتاجينها طول العام الدراسي. طب انا عندي مادة صعبة ازاي اتغلب عليها، طب انا عايز اجيب تقدير كويس في الكلية او اجيب تقدير كويس في الجامعة، ان شاء الله يكون معنا برضك حلقة عن الموضوع ده. طب انا عايز اتعين في الكلية ومعيد وابقى دكتور في الجامعة، ان شاء الله باذن الله هنعرف كل الكلام وكل الحاجات ديت لطلاب الثانوية، لطلاب الجامعة ان شاء الله اللي داخلين اولى جامعة. تابعونا ان شاء الله باذن الله على القناه، وان شاء الله هنزل وهجيب على كل الاستفسارات والاسئله الخاصه بكم ان شاء الله، وان شاء الله تستفادوا. نبدا مع بعض النهارده، هنتكلم في اول حلقه هنتكلم عن موضوع بردك مهم جدا لطلبه اولى جامعه. ايه هو الموضوع دوت؟ ان انت لو قبل ما نبدا في الموضوع، طبعا انت كطالب خارج من الثانويه العامه بتحلم، خلاص انت كده بتقول انت خرجت من عنق الزجاجة وخلاص انت خلاص هتبقى منفتح على الدنيا وداخل الجامعة والجامعة والجامعة والجامعة. طبعا الكلام ده كله يعني كويس، ان انت هتخش الجامعة هتبقى منفتح اكتر، هتعيش بحرية اكتر، هتبقى مش مرتبط في حاجات كتير اتغيرت، في فروقات كتير بين الكلية والجامعة، وانا هتكلم في فيديو برضك عن الفروقات، ايه الاختلافات بين المدرسة والكلية، ان انت طالب المدرسة والكلية. هنبدأ في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن بعض المصطلحات اللي انت لازم كطالب جامعة تكون عارفها، ودي برضك من ضمن الاختلافات اللي بين المدرسة والجامعة او الكلية. طيب انت كطالب اولى جامعة مطلوب منك ان انت تعرف بعض المصطلحات، وفي بعض المصطلحات او المسميات اللي انت كنت عارفها كطالب في المدرسة ما عادش ينفع تستخدمها خالص دلوقتي، الكلمات ديت ملهاش اي وجود في الجامعة، فكده خلاص دورها انتهى معاك لحد كده، عشان بعض الكلمات ديت لو انت كررتها او قلتها قدام حد من زمايلك او اي حد من الطلبة بتوع الجامعة ما تقعش تحت ان انت الطلبة ديت تستهتر بيك او تسخر منك بسبب بعض الالفاظ او بعض الكلمات. فعشان كده انا حبيت اعمل الفيديو ده كنصيحة لطلبة اولى جامعة عشان محدش يسخر منهم او حد يعني يستهزئ بيهم في اول المرحلة الدراسية بتاعتهم. طيب في البداية خالص انت في المدرسة كان عندك المدرس، المدرس ده طبعا هو اللي كان بيديك الدروس والدروس الخصوصية، هو اللي بيدرسك في المدرسة، الكلمة دي ما عادتش موجودة خالص انت كطالب جامعة. المدرس هو بيكون دكتور، اسمه دكتور او بيلقب عليه دكتور، وهو اللي بيتولى الشرح بتاع المنهج الدراسي بتاعك خلال طول فترة الكلية، يبقى الدكتور مش المدرس. ما ينفعش تقول له يا مستر ولا تقول له يا استاذ، انت تقول له يا دكتور فلان. طيب الدكتور دوت بيبقى في حد معاه كمان اسمه المعيد، مين المعيد دوت؟ المعيد ده طالب طلع متفوق جدا ومتميز على الدفعة بتاعته، الاول على الدفعة بتاعته او الاول على القسم، وتعين في الكلية معيد في الكلية، والمعيد ده هو ملزوم بشرح السكاشن. يبقى الدكتور مسؤول عن الجزء النظري في الجامعة، وهو اللي بيشرح المحاضرات اسمها محاضرة، يبقى الحصة في الجامعة اسمها محاضرة، والعملي بتاع الحصة دوت اسمه سكشن. يبقى حضرتك اول حاجة الدكتور الجامعة ده الدكتور بتاعك مش المدرس، ومعاه المعيد برضك وبتناديله تقول يا دكتور، والمعيد ده مسؤول عن السكشن، والحصة بنطلق عليها محاضرة مش حصة، والسكشن اللي هو الجزء العملي اسمه سكشن مش حصة برضه. طيب ايه تاني كمان؟ ان انت لما تخش الجامعة قاعد في المحاضرة بتاعتك ما تبقاش منتظر حاجة اسمها جرس الحصة او الحصة خلصت او اي حاجة من الحاجات ديت،
لان انت اللي بيحدد ان المحاضره بتاعتك انتهت ولا ما انتهتش هو الدكتور اللي بيشرح لك في المحاضره، هو اللي بيحدد وبيقرر. هو المفروض كل محاضره طبعا لها جدول، بتبدا الساعه كذا وتنتهي الساعه كذا، ولكن مش لازم او مش شرط ان في الساعه النهايه ديت لو المحاضر او الدكتور ما خلصش الجزء اللي هو بيشرحه بيتكلم فيه، ممكن يطول شويه لحد ما يخلص جزء معين، وهو اللي بيقول المحاضره خلصت يا جماعه، فالناس لو حد عايز يخرج بيبدا يتفضل يخرج، غير كده مفيش. كمان نقطه مهمه جدا، انت ما تتوقعش ان انت هتقدر تكتب كل الكلام ورا الدكتور، لان انت مش في درس هنا، مش في حصه، ما انتش في درس خصوصي هتقول للدكتور يا دكتور مع الحقيقه تكتب كده، لا، انت هتحاول تكتب وتحاول تسرع وتعدل نفسك ان انت تلحق تكتب كل حاجه ورا الدكتور بتاعك. بس في حاله ان انت في حته مش فاهمها تسال الدكتور تاني، لو سمحت يا دكتور انا مش فاهم الجزئيه ديت، ممكن حضرتك توضحها لي، ممكن حضرتك تفصل لي النقطه دي عشان انا ما فهمتهاش. ولكن ما تتوقعش ان انت ممكن تكتب كل المعلومات اللي هيقولها الدكتور، ولكن حاول ان انت تكتب بسرعه وبعد كده تبقى تذاكر وتبيض او تتعدل في المحاضرات بتاعتك والكتابه بتاعتك، وبعد كده بتبقى تقعد مع اصحابك او اصدقائك تجمعوا المحاضره الحاجات اللي فاتتكم مع بعض، حاجه اسمها تبييض المحاضره، ان انت بتاخد بعد ما كتبت خلصت المحاضره بتاعتك وروحت اخر يوم البيت، بتبدا تجمع تكتب المحاضره بخط نظيف بخط كويس، وعشان لما تيجي تذاكر بعد كده يبقى معاك المعلومات بتاعتك متنسقه وكله تمام. في بعض الكلمات بردك زي كلمه واجب، في انت في الجامعه مفيش اي حاجه اسمها كلمه واجب، ما ينفعش تقول كلمه واجب، لان في الكليه بيطلق على الواجب اسمه تكليف او تقرير، او فاهمني اسم تكليف عليها تكليف او عليها تقرير، من الدكتور طالب مني تكليف او طالب مني تقرير او كذا، ما ينفعش تقول عليها واجب، الكلام ده طبعا انساه. يعني انت في المدرسه كان بيبقى معاك كشكول بتكتب فيه الواجب والحاجات ديت، دلوقتي اسمه شيت، لو حد طلب منك الدكتور طلب منك اي اداك ورقه او اي حاجه تحله ده اسمه شيت، يبقى عندك شيت التكليف التقرير، كل الالفاظ ديت اللي بتطلق على الحاجات ديت. بالنسبه بعد كده انت بعد كده لما كان بيحصل عندك اي مشكله او عندك اي حاجه في المدرسه كنت بتروح لناظر المدرسه او المدير بتاع المدرسه، فده طبعا مش موجود في الكليه او في الجامعه، مفيش حاجه اسمها ناظر او مدير المدرسه في الجامعه، ولكن لو انت كنت في قسم من الاقسام، وده طبعا انت مش بتتخصص من الاول، عموما يعني لو انت في قسم من الاقسام، في الاقسام في المسؤول عنك هو رئيس القسم، بتروح تشتكي لرئيس القسم او بتطلب من رئيس القسم، ولكن لو مفيش اقسام وانت عندك الجامعه كلها واحده واحده، مفيش اقسام، بتروح لعميد الكليه، يبقى المقصود المدير المدرسه يكافى عميد الكليه، اسمه عميد او يعني عميد الكليه، مش ناظر المدرسه ولا مدير المدرسه، يبقى عندنا رئيس القسم وعندنا عميد الكليه. لما تدخل الجامعه ان شاء الله هتلاقي ناس كتير جدا بتحذرك من بعض الاشخاص، بيقول عليهم الاشخاص الساقطين او اي او مدبلرين او ايا كان المصطلح اللي انت هتسمعه، اللي يعني اللي هم المقصود بهم الاشخاص اللي بتعيد السنه او اللي بيشيلوا مواد، بيخش في الكليه بينجح في بعض المواد وبيسقط في بعض المواد، ممكن يعيد السنه مره تانية لانه سقط في السنه ديت، فبيضطر ان هو يعيد السنه مره تانية. انا بحذركم يا جماعه تحاولوا تبعدوا عن الاشخاص ديت، لان يعني عن الناس ديت اللي داخل الكليه عشان يجد ويجتهد ويكون حاجه كويسه ويوصل، لازم يبعد عن الناس ديت، لان الناس ديت ما نقدرش نقول ان هم وحشين، ولكن الناس ديت مش ملتزمه، ما بتعملش الاعلام، ما بتحضرش المحاضرات، ما بتذاكرش كويس، فانت حاول ان انت اول ما بتدخل الكليه تصادق الناس الكويسين اللي اخلاقهم كويسه، المنتظمين، المواظبين على حضور المحاضرات، يعني معنى صح صاحب الناس الكويسه اللي تشدك لفوق مش اللي تشدك لتحت. ما تسمعش كلام اي حد يقول لك يلا سيبك فكك من المحاضره ديت، لا سيبك من المحاضره ديت، ده مش مهمه، ده المحاضره ديت ده الدكتور بتاعها غلس، ده الدكتور ده صعب، احنا مش بكده كده مش بنعمل حاجه، حاول تحضر محاضراتك كلها، ما تفوتش اي محاضره من المحاضرات بتاعتك. ان شاء الله الكلام ده كله هنتكلم عنه في فيديوهات جايه كتير، كل يعني كل الحاجات ديت، كل النصائح، كل المعلومات اللي انتم محتاجينها. ولكن لو عايز اي حاجه تسال اي حاجه سيبها اسفل الفيديو، ان شاء الله انا هرد عليك في اقرب وقت ممكن، اي استفسار او تعليق. كمان في حاجه مهمه جدا قبل ما انهي الفيديو بتاع النهارده، ايه هي؟ ان احنا مفيش حاجه ان انت تستنى، لو عايز تمشي في اي وقت بتقدر ان انت تمشي من الجامعه، انت حضرت المحاضره الاولى وعندك محاضرتين، محاضره كمان ولا محاضرتين او سيكشن او سيكشنين،
انت مش ملتزم او مش مجبر ان انت تحضر المحاضره، ده براحتك. مش عايز تحضر المحاضره خلاص ما تدخلش المحاضره، وممكن تطلع تمشي. كل اللي عليك ان انت بتسيب الجامعه وتمشي، ما حدش بيقول لك لا ما تروحش وما تجيش، ما انتش مش هتنط من عصفور ما تدرس عشان تزوغ عشان تهرب من الحصه. لكن الجامعه مفتوحه، عايز تحضر احضر، مش عايز تحضر ما تحضرش. واشكركم عشان ما اطولش عليكم، انا هعمل فيديوهات قصيره كده ان شاء الله. عندك اي استفسار او تعليق تاني مره تانيه سيبه اسفل الفيديو، ان شاء الله هرد عليكم. وانتظروني في فيديو جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.